محمد السيد ودي فكرتي المختلفه الان كونه اللي بينتهي بجمله كونه مختلف. واحد سمين قاعد لوحده بالليل بيتفرج على فيلم رعب قاعد بياكل اكل كتير، مره واحده بيطلع له وحش من التلفزيون بيتسحب ويقرب منه ويطلع له كونه ويقول له قلتي، فبيرد عليه انا مش عارف ليه نفسي تصدق مش قادر اكل اي حاجه دلوقتي، فبيرد عليه ويقول له بس كونه مختلف، كونه منتج مختلف، شكل مختلف، طعم مختلف.